الكلام الجد والكلام اللي يفرح القلب واللي يراضي ناس كتير قوي تعبت كتير هي ده. واهاليها عشان يحققوا لنفسهم وللبلد حاجه محترمه. صحيح. دايما لما بتنجح او لما بتعمل حاجه مميزه وحاجه تكون تعبت فيها بجد وبتلاقي كل اللي حواليك عمالين يهنوك بيها بتكون طاير من الفرحه ونفسك تحقق النجاح اللي اكبر من كده وبكتير كمان. ما بالك بقى لما تلاقي مش اللي حواليك ده مصر كلها بتحتفل بيك وكمان السيد رئيس الجمهوريه شخصيا بيستقبلك وبيكرمك عشان اجتهدت وعشان تعبت وعشان رفعت اسم بلدك في العالم. ده اللي حصل بالتحديد امبارح لما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل ابطالنا اللي حصلوا على ميداليات في دوره اولمبياد طوكيو 2020 وكرمهم ومنحهم وسام الرياضه هم واجهزتهم الفنيه. قد ايه التكريم ده بيكون مهم جدا لانه فعلا بيفرق جدا 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 مع اللاعب او اللاعبه اللي اجتهدوا وتعبوا لسنين طويله هم واولياء امورهم هم واهاليهم وطبعا خاضوا بطولات ما بين قاريه وما بين عالميه عشان في نهايه المطاف يتاهلوا للاولمبياد ويمثلوا مصر ويحصلوا على ميداليات. الجميل بقى لو حضراتكم خدتوا بالكم ان وسام الرياضه كان بدرجه كل ميداليه، يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منح وسام الرياضه من الطبقه الثالثه لاصحاب الميداليه البرونزيه والمدربين بتوعهم، ووسام الطبقه الثانيه لاحمد الجندي صاحب فضيه الخماسي الحديث ومدربه، ووسام الطبقه الاولى لصاحبه الذهبيه في ريال اشرف ومدربها، فطبعا شيء محترم جدا وشيء يدعو للفخر واكيد هيبقى ملهم لكتير جدا غيرهم من الرياضيين. احنا يمكن يا كريم نقلنا ده يعني على الهواء امبارح وكان خبر يعني حصري وقلنا ده وقلنا قد ايه كلنا فرحانين بهذا التكريم برضو من سيادة الرئيس. يعني فعلا تفاصيل بسيطة ممكن تكون فيها رسائل كتيرة جدا، يعني انت تتكرم يعني كمان مش بس بتتكرم وخلاص يا كريم، بقدر هنا تعبك وجهدك ونجاحك وتحقيقك لذاتك ولبلدك بحاجة اعتقد يعني بتخلي اللي جاب هنا هنقول البرونزية وفضية عايز يروح بعد كده للذهبية المرة اللي جاية. زي ما احنا قلنا امبارح في حافز بيكون موجود على الارض، اللي جاب الذهبية عايز يكمل عايز يجيب تاني وعايز يرفع اسم بلده تاني. سيادة الرئيس كمان خليني اقول لحضراتكم يعني وجه رسالة على الصفحة الرسمية عقب بقى التكريم الرسمي ده، وجاءت نص الرسالة كالآتي. قال سيادة الرئيس: شرفت اليوم بتكريم ابنائي وبناتي ابطال مصر لما حققوه من انجاز كبير خلال دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020، فهم خير قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة والاصرار، واؤكد دائما دعمي الكامل لتوفير كل الإمكانيات اللازمة لكل الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية. شكرا لكم يا أبطال واستعدوا لتحقيق إنجاز أكبر في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة. أنا عايزة بقى أقف عند الجملة الأخيرة دي، وده اللي احنا يعني من دلوقتي كنا بنتكلم ان احنا عايزين نجهز له. احنا عدينا مرحله بما فيها من سلبيات وايجابيات وظروف مرينا بيها ونقصان في بعض الامور ودعم في بعض الامور الاخرى، ولكن سياده الرئيس لو انت فاكر كريم وقلنا الكلام ده هنا على طول بعد لما خلصت الاولمبياد هو تحدث ان انا سعيد جدا وفخور باولادي بس هذا المجال لسه فيه كتير انا عايز اعمله ولازم نعمله. ف مع الرسالة دي مع الرسالة الحالية يعني الرسالة السابقة مع الرسالة الحالية دي أنا متأكدة إن شاء الله ولازم كلنا يبقى عندنا ثقة إن بعد كده فرنسا 2024 لا الوضع هيبقى مختلف تماما على الأرض. هكذا نتمنى وهكذا تستحق مصر ويستحق أبطالها وبطلاتها. احنا عندنا خامات زي الفل، وبعدين لما بيكون في تركيز في شيء ده احنا بنبهر العالم في رياضات معينة زي ما حصل في كرة اليد زي ما حصل في السكواش، وعلى فكرة نفس الكفاءات دي في رياضات مختلفة كلها موجودة عندنا وبأقل الإمكانيات يا كريم. طبعًا تخيل طبعًا. مع الدعم بقى ولما يتكلم سيادة الرئيس ان هو هيهتم بهذا الملف وان احنا محتاجين اكتر واكتر، فانا مستبشره خير جدا وزي ما قلت لك يا رب يبقى في فرصه كمان كلنا نحضر هناك ونشجع يعني بلدنا. اتمنى اسم مصر يترفع كتير جدا ويكون في كذا ميداليه ذهبيه لان احنا حقيقي نستحق.